أكثر 10 حيوانات برية بدانة في العالم. السنجاب الرمادي الغربي، تم التقاط صور هذا السنجاب من خلال عدسة المصورة مارينا فيندرلاندل في سانتا باربرا في ولاية كاليفورنيا، وهو نوع من القوارض، وهو ينحدر من السواحل الغربية الأمريكية والمكسيك. هذا السنجاب البدين يزن حوالي 2 باوند، وهو ما يقارب ضعف وزن السنجاب العادي. الراكون الضخم، هذا الراكون الضخم المعروف بالراكون السارق تحصل على أعلى نسبة بدانة في كتاب غينيس للأرقام القياسية، وقد تميز منذ ولادته بزيادة في الوزن، وقد تربى مع أحد الكلاب قبل أن تتبناه امرأة من بنسلفانيا، وتوفي عام 2004 وكان يزن حينذاك 75 باوند. طيور البطريق الكبيرة، من المفترض أن يكون حجم البطاريق كبيراً، وذلك لحاجتها لتخزين الدهون لتبقى دافئة في المناخات القاسية، وكانت أعداد كبيرة منها ممتلئة الجسم، لكن مؤخراً انتشرت صور هذه الطيور في الكثير من وسائل الإعلام الاجتماعية، مما دفع العلماء للتساؤل عن سبب هذه السمنة المفرطة. ومن أشهر هذه الصور هي صورة لصغير بطريق عملاق وجد في بيئته الطبيعية، لأن في حدائق الحيوان هناك فرصة أكبر لزيادة الوزن أكثر من البرية، فهل هذا طبيعي؟ لا أحد يعلم. المهم ومن المؤكد أن هذه الطيور تعتبر من أضخم الحيوانات في العالم. القط هيراقل ليجر الشهير، هذا القط الضخم هو عبارة عن تجانس بين الأسد والنمر. القط هيراقل يعيش في ميرتل بيتش سفاري، وهي محمية للحياة البرية في جنوب كارولينا، ويزن 922 باوند، ويحافظ هيراقل على وزنه عبر تناوله 30 رطلا من اللحوم وشربه عدة لترات من الماء يوميا. عموما يعتبر هيراقل أكبر من وظرائه الأسود والنمور، وقد سجل عام 2014 كأكبر قط في كتاب غينيس للأرقام القياسية. الجرذ الضخم، هذا الجرذ كان سميناً لدرجة أنه علق في غطاء المجاري، تم العثور عليه في إحدى بلدات ألمانيا عندما حاول المرور من ثقب الغطاء الذي كان أصغر من استيعاب حجم الجرذ من شدة زيادة الوزن، وكان 8 رجال من الإطفاء المتطوعين في مهمة لإنقاذ هذا الجرذ. في العادة يعتمد رجال الإطفاء على الفئران لتخبرهم عن الثقوب التي يمكن إصلاحها من خلال الوركين وشعيراتهم، ولكن يبدو أن الفئران السمينة لا يمكن الاعتماد عليها بتاتاً، لأن هذا الفأر أساء تقدير حجم الثقب فيما يتعلق بوزنه. تم إنقاذ الفأر وأطلق سراحه في البرية مرة أخرى، وهو الآن حر لتناول قدر ما يريد. الأسد البدين، من غير المألوف أن تكون حيوانات البرية تتميز بزيادة الوزن، لأن معظم الحيوانات تحتاج إلى البحث عن الطعام للبقاء على قيد الحياة، مما يجعلها رشيقة. وعلى سبيل المثال الأسود تعيش في الأماكن التي يتوفر فيها الطعام بكثرة، وهذا هو السبب في صور خط الدهون، وهي في بيئتها الطبيعية، مما يجعل هذه الصور تصل إلى مواقع التواصل الاجتماعي مثل بينترست ويوتيوب. هذه الأسود تعاني من زيادة وزن بطونها الضخمة، هذه الصورة في تناقض حاد مع ما نتوقعه من رؤية الأسود بجمالها وقوتها ورشاقتها، ومن الغريب أن نرى الأسود تعاني من زيادة في الوزن بهذا الشكل. استنتج العلماء أن هذه الأسود أكثر كسلاً من البقية، ولكن أكثر عدوانية عندما يتعلق الأمر بالأكل ونسبته للفريسة. الأورانغوتان، أضخم قرد غابة في العالم. يزن هذا القرد حوالي 165 باوند، وقد فقد منذ نقله إلى مركز إنقاذ القردة في المملكة المتحدة حوالي 55 باوند، باتباعه فوراً نظاماً غذائياً سليماً من الفواكه الطازجة والخضروات، لأنه كان يأكل ما يساعده على تخفيض وزنه، ولكن العمال في المركز يريدون رؤيته يخسر المزيد من الوزن، لأنه لا يمكن أن يتسبب له بارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. الأورانغوتان يمكن أن يسبب مشاكل لمحيطه إن لم يعالج. أسد البحر الضخم، يعيش هذا الأسد البحري في كابو سان لوكاس في المكسيك، وهو معروف بمودته للسكان المحليين كملك أسود البحر، وقد تعود أن يتحصل على غذائه من الصيادين المحليين، فهو يقفز في مؤخرة القارب ليتم إطعامه بسبب أكله المتزايد. تظهر عليه علامات السمنة، وهو الآن يعتبر أضخم أسد بحر في العالم. النمور المرقطة، ظهرت صور عديدة لهذه النمور في حديقة هاربين شمال شرق الصين، حيث ظهرت وهي تعاني من زيادة في الوزن مما سبب قلق نشطاء الحيوان.
حسب مسؤولي الحديقة فإن تلك صور عادية، حيث يعتبرون النمور طبيعية تماماً، وهذا تأثير فصل الشتاء، فالنمور تعيش في مناخ يمكن أن يكون بارداً جداً. ومسؤولو الحديقة يدعون أنها بحاجة إلى الدهون الزائدة لمساعدتها على البقاء نشيطة ودافئة. أنشئت هذه الحديقة للحفاظ على النمور المرقطة وتحتوي على 800 نمر، وقد وضع نظام غذائي صارم حتى يتمكنوا من الحفاظ عليها بصحة جيدة ووزن صحي. قرد الدهون. تعود هذا القرد على العيش في شوارع بانكوك الساحلية قبل أن يتم القبض عليه وإرساله إلى مزرعة خاصة لينقص وزنه. فهذا القرد يعاني من السمنة المفرطة، حيث يزن حوالي 59 باوند، والذي يعتبر وزناً ضخماً مقارنة بالقردة العادية من نوع المكاك التي تزن بين 17 و 22 باوند، فوزنه حرفياً وصل لثلاثة أضعاف متوسط الوزن. قضى هذا القرد معظم أيامه في البحث عن الطعام المحلي في الأسواق، وقد اكتسب الكثير من الوزن، فبطنه حرفياً كان يجرها على الأرض، ولهذا يجعله المسؤولون يتبع حمية لتخفيض وزنه أسبوعياً 5 باوندات ليطلق سراحه مرة أخرى في البرية. ولكن مع ذلك يعتقد العلماء أنه سوف يعود إلى عادته الغذائية وزيادة وزنه، وفي كلتا الحالتين لديه وزن ضخم يضمن له الصدارة في قائمتنا من أكثر حيوانات برية ضخمة.